مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. طبعا اليوم احنا معكم في برنامج جولة كاميرا من محافظة كركوك، واليوم احنا أمام إحدى المولات داخل المحافظة، راح نتعرف نشوف الناس ونتعرف عليهم ونشوف شلون أجواءهم أجواء رمضان المبارك، فخليكم معنا. بعد غياب وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بدوله غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان كان أهلا من امام احدى المولات داخل المحافظه صادفنا صاحب المول، راح نشوفه ونتعرف عليه ونشوف شلون الاجواء داخل المحافظه بعد الافطار. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم مول فلسونوس، رمضان كريم عليكم ان شاء الله وعلى العراقيين جميعا. نرحب بكم مدينه كركوك مدينه التآخي، مرحبا بكم وان شاء الله تشوفون الاجواء برمضان. الحمد لله رب العالمين بأتم حال وبأتم ما شاء الله أجواء رمضانية مباركة. نعم نعم. عرفنا على حضرتك. أبو عبد الله، أنا سيد نصر السامرائي، أبو عبد الله صاحب مول فلسونوس. أبو عبد الله، إحنا نشوف ما شاء الله يعني بعد الإفطار أكو إقبال على الشوارع، يعني الناس يعني بدأت تحضر للعيد، لو خلاص يعني تعبانة من وراء الفطور وطلعت تمشي نفس. والله أكيد طبعا بالنسبة للمواطنين كركوك عوائلنا الكرام بكركوك دائما الإقبال السريع على توضع الملابس دائما بعد الإفطار، يعني بعد الإفطار يتفضلون إلى المولات إلى الأسواق للتوضع لأشياءهم، والمنتجات ان شاء الله الموجوده بالمول منتجات تعاونيه باسعار مناسبه جدا تلائم الطبقات الموجوده بداخل المول، العفو بداخل مدينه كركوك من ناحيه الطبقات المعاشيه والطبقات الاجتماعيه اللي موجوده، من ناحيه الاسعار، من ناحيه جوده البضاعه. فبصراحه هاي الامور كلها تكيف عليها العوائل وترحب بيها، من ناحيه الاسعار ومن ناحيه نوعيه المنتجات التركيه المعروضه بالمول، يعني عندنا اسعار تنافسيه واسعار مناسبه جدا تلائم الطبقات من ناحيه الملابس النسائيه والرجاليه والاطفال، فخطوط متكامله ان شاء الله من ناحيه الملابس، وان شاء الله نستاهل وياهم قدر المستطاع ان شاء الله. طيب ابو عبد الله، من اي يوم بدا اقبال المواطنين على المولات؟ والله بالنسبه لطريق بغداد، هاي المنطقه طريق بغداد داخل كركوك، احنا صار تقريبا هاي السنه الخامسه الحمد لله رب العالمين، والاقبال متزايد والاعجابات بالنسبه للمول ودعم الزبائن ودعم الاهالي المنطقه شجعنا انه نطور مشروعنا الى نسوي خط متكامل من ناحيه الطابق النسائي والطابق الرجالي وطابق الاطفال، يعني لازم الاسعار تكون ملائمه للدخل الموجود بداخل. نعم نعم. انه حضرتكم يعني مسوين فد ما اعرف تخفيضات خاصه او هدايا، اكو يعني فئه محدده عندكم النازحين او احد بالنسبه يعني. اي بالنسبه للاسعار، بالنسبه حصرا لليتامى للايتام، لهن الكرام الايتام عوائلنا الكرام، فالايتام دائما بسعر الجمله واقل من سعر الجمله، اقل من التكلفه، هاي بالنسبة للأيتام، وبالنسبة للنازحين أيضا أسعار تعاونية وخصوصية خاصة لهم، والحمد لله رب العالمين، يعني الإقبال تشوفوه جنابكم الحمد لله. نعم نعم نعم. نشكرك جزيل الشكر، وإحنا راح يعني نتجول داخل المول وبرا حتى نشوف الإقبال ونشوف الناس ونحكي وياهم. تمام، اهلا وسهلا، شرفتونا محلكم ان شاء الله، كل احترام والتقدير لكم. شكرا شكرا. طبعا اعزائي المشاهدين احنا ما زلنا مستمرين وياكم بهاي الجوله، راح ندخل داخل المول ونتعرف على العوائل ونشوف اجواء رمضان شلونها وياهم، وايضا نشوف اقبالهم على داخل المولات في محافظه كركوك، فابقوا معنا. السلام عليكم. اهلا ومرحبا. شلونك؟ الحمد لله الله يخليكم. رمضان كريم اول مره عليك وعلى اشكرك على الجميع ان شاء الله. شلون هالاجواء رمضان وياك؟ والله زين الحمد لله، كل الجميع صايمين صايمين الحمد لله وشكرا. شلون هاللمه
اللمة هاي اللمة القديمة موجودة بعد. إيه الحمد لله واحد يشوف الأخ. الحمد لله. إيه ألف الحمد لله. طيب إحنا نشوفك هسه بعد الإفطار نازل على الأسواق حتى تتبضع، يعني تحضيرات العيد؟ إيه نعم. تحضيرات العيد. إيه نعم. الأولادك؟ كلهم الجهالي والمرتي والبيت كله. نعم. البناتي. طيب تفضلون المحلات المفردة لو هيك مثلا أسواق متكاملة؟ أسواق يعني حلوة تكون مجموعة حيل، واحد يشوف الأخ. يعني حلوة هيك. يعني قصدك كل شيء بيها؟ نعم نعم. طابق نسائي طابق. نعم نعم. هذا أفضل لك؟ إيه نعم. شوف شلون تشوفون الأسعار؟ والله أسعار حيل جيدة، رخيصة. حيل حيل مناسبة. مناسب المواطن العادي؟ إيه عادي. نعم. الحمد لله والشكر. يعني هذا العيد زين أحسن من باقي الأعياد. نعم، يعني تشوف اكو اختلاف؟ لا لا ماكو أي اختلاف. ماكو اختلاف؟ لا لا. الأعياد كلها نفس الشيء؟ إيه نفس الشيء الحمد لله والشكر. الحمد لله. أشكركم. طبعا نشكرك جزيل الشكر. أشكركم حيل حيل. شكرا. هلا. شكرا مع السلامة. طبعا مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين كادر قناة صلاح الدين ما زال مستمر بهذه الجولة بين أهالينا أهالي محافظة كركوك. خلينا نشوف هنا الأخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا هنا وسهلا. وأنت بألف خير وجميع الشباب بألف خير. الله يسلمك. شلون تشوف أجواء رمضان هاي السنة؟ والله هي أجواء رمضان هذه السنة يعني أجواء جيدة وجميلة، والعوائل يعني طبعا بعد الإفطار يطلعون للمولات. وبالنسبة لأسعار أسعار الملابس بالنسبة لهذا الفلس ونص المول فلس ونص سبلاش يعني أسعارهم مناسبة تناسب الدخل المادي للمواطن. تشيد على هيك مولات انه يكون مول متكامل موجود بمحافظه كركوك؟ طبعا هذا شيء اكيد، لان المواطن من يجي يجيب عائلته حتى لا يبذل جهد ومشقه وكذا، ومتواجد يعني جميع الملابس والقياسات والملابس النسائيه والاطفاليه والرجال كل شيء موجود بهنا، أنا متواجد كل شيء كل ما يتمناه المواطن وباسعار مناسبه ورخيصه طبعا. نعم. شكرا لك. وسهلا ممنون اشكركم. ما زلنا مستمرين اعزائي المشاهدين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا عيني وانت بخير. رمضان كريم عليكم. الله يسلمك عيني. الله يخليك. شوف اجواء رمضان ورا الافطار. والله اجواء طبعا كلش رهيبه ويعني اجواء تختلف يعني عن كل سنه. اكو اختلاف يعني تحس انه اكو اختلاف عن السنوات الماضيه؟ ايه يعني اختلاف شنو العالم جاي تطلع و يعني فد مره. ايه يعني مختلفة. طيب اجواءكم بالبيت وقت الفطور؟ جيرانكم هم يدقون الباب يجيبوا لكم؟ إيه نعم نعم يعني جيراننا احنا ننطيهم للفقرة. يعني بعدها موجودة؟ إيه مستمرة مستمرة ما مقطوعة يعني كل يعني عبر كل السنين. نعم. هاي اجواءنا الكركوكية. شوف نعم. طيب شلون تشوف يعني الاقبال على المحل هيك محلات يعني انه مول متكامل؟ اي هذا فلس ونص طبعا مشهودت له هو يعني مو اول مره، دائما من زمان هذا فلس ونص وبهالمفاجئنا كل سنه اسعاره مناسبه. نعم. يعني العالم كلها تجي يمه. اي يعني نعم نعم هي اصحاب الدخل المحدود هو هذا طبعا يعني اجواء كلش محترمه يعني. تنصح العوائل انه يجون على مول موجود بكل القياسات قسم نسائي قسم؟ طبعا قسم نسائي رجالي اطفال ولادي، وقلت لك يعني اسعاره كلش محدوده. نعم. يعني نعم. اصحاب الدخل المحدود ويعني ما شاء الله يعني حيل اسعار محترمه. شكرا لك. اهلا وسهلا عيني على راسي. نشوف هنا. السلام عليكم. حياتي عليكم السلام. الحمد لله. انت شلونك؟ رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين عمري. تشوفين الاجواء الرمضانيه؟ الحمد لله لا ما شاء الله احسن من السابق، الوضع زين امان قاعد يتحسن ان شاء الله، العراق من افضل الافضل ان شاء الله. ان شاء الله عمري. شلون تشوفين التبضع؟ اكيد انت مره مثلي تعرفين انه اهم شيء احنا عندنا انه ناخذ هدوم جهالنا لنا نتحضر للعيد. شلون تحضرتي للعيد؟ الحمد لله والله قاعد نطلع مو يومين بين يوم ويوم قاعد نشوف ان شاء ما شاء الله يعني الوضع. نعم. والمحلات وان شاء الله من احسن الاحسن ان شاء الله، وقاعد نتحضر ان شاء الله للعيد. رجعتي لهم؟ والله دا ندور نشوف. اي والله عمري كنشوف حياتي. انت لو هم بعد؟ لا انا بالنسبه لي خلصت نفسي. اخذتي؟ اخذتي والله، بس بقوا رجال قاعد ادور لهم. الله يعافيك. شوفين الاسعار داخل المول؟ لا ما شاء الله والله حيل يعني قاعد يعني يتساهلون ويا الناس ويا خاصه اصحاب دخلهم محدود. نعم.
لا ما شاء الله، وانتم ان شاء الله الله يرزقهم اكثر واكثر. حياتي الله يسلمك. زينه. شخبارك؟ زينه. شو اسمك؟ رحمه. رحمه اشتريتي هدوم بعدك؟ اشتريت. اشتريتي؟ شو اشتريتي؟ اشتريت فستان منها قصير ومنها طويل وحذاء. واو حلو، يا لون ابيض ودائرات شوف اسود. حلو زين، اخذتي ويا حذاء جنطه رهمتي؟ ايه. عافيه ان شاء الله تطلعين عروسه والنجاح. الله يسلمك حبيبتي رحمه، شكرا لك. حياتي مشكوره. طبعا اعزائي المشاهدين مستمرين واياكم وكادر قناة صلاح الدين بالتجول داخل مولات كركوك. نعم أحبة المشاهدين، ما زلنا مستمرين وإياكم بهذه الجولة من قناة صلاح الدين الفضائية مع عوائلنا في محافظة كركوك، مشاركتهم أجواءنا الرمضانية. خلينا نشوف عوائلنا، خلينا نشوف هنا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. الحمد لله وانت بألف خير، رمضان كريم عليكم وعلى شعب العراق كله. شو تشوف أجواء رمضان في محافظة كركوك؟ والله الحمد لله الأجواء حلوة ويعني سلسة والحمد لله يعني ماشي الحال. نعم بتصومون؟ الحمد لله إن شاء الله. زين داخل البيت شلون هالأجواء؟ يعني هم كلكم تلتمون تحضر الكل يحضر؟ طبعا يعني هي تصير يعني بين فترة وفترة اي مساعدات ويعني نلتم ولما حلوة تدرين برمضان يعني خصوصا. زين قول لنا، سولف لنا اول يوم منو اجاكم بالبيت اكلتوا سوا على الفطور التميت؟ على الفطور اول يوم صراحة بيت اختي يعني اي حلو الاهل يعني التمينا اول يوم حلو يعني تدرين اللمة اي وقت الفطور. زين نشوف اكو اختلاف هالسنة عن السنوات الماضية برمضان لو نفس الشيء؟ والله طبعا شويه امن واحسن يعني نحس هيك كامان وهاي احسن يعني نحس هيك احنا. اختم. طيب امنياتك للسنوات القادمه؟ والله ان شاء الله بعد يعني يستقر الوضع وان شاء الله تشكل حكومه واللي يعمل امن وتصير فرص عمل للعاطلين ان شاء الله يعني نتامل هالشيء. نعم ان شاء الله بالسنوات الجديده. نعم. تطلعون للعيد؟ والله للعيد للرمضان نفس الشيء يعني احنا يعني هالفتره ان شاء الله يعني هم للعيد وهم يعني الوقت الحالي همين قبل العيد همين ان شاء الله. نتمنى لكم موفقين. الله يسلمك وموفقين القناه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تسلمين حياتي. كل عام وانت بخير. وتسلمين حياتي وعليكم هم على الجنه. اجواء رمضان؟ والله الحمد لله زينه. صيام شلونه؟ هالكج لولا؟ سهل الحمد لله. اي اي صايمين الحمد لله. متعبك الصيام لولا؟ لا والله ما متعب. المطبخ؟ لا والله ابد. ما يتعب؟ لا والله ما يتعب. راحة مو؟ هو ساعه بس تقلي المطبخ كل شيء حاضر الحمد لله. تفطرين صيام؟ اي هاي والله تمام تسلمي. اي والله اي والله ايامها حلو وكل يوم. انا تعمدت اجيتش تدرين ليش؟ ليش؟ منك انهزمت جيت وراش تدرين ليش؟ اريد اعرف شلون رمضان قبل ورمضان هسه شنو اللي يختلف؟ والله هسه بعد احسن كل شيء متوفر هسه. كان من اول مو هيك ما متوفر. ها؟ اكو فد شيء محرومين منه؟ اي طبعا كان اكو هوايه بس هسه لا والله كل شيء موجود هسه الحمد لله. زين اول يوم منو فطر وياك بالبيت؟ بنتك ابنك قرايب؟ ابني. ابنك متزوج؟ اي والله ثلاث جنات الحمد لله عندنا. اي والله ويانا ويانا فطروا بس هاي صار 10 ايام هذه كل من يعزمني على بيته ما مسوي فطور اقول مرتاحه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تحبين يعني شو تقولين برمضان؟ شو تحبين تهنئين منه؟ شنو امنياتك؟ والله امنيات الدنيا يصير زين الحمد لله، الناس شكوا بقلبهم ان شاء الله يصير. الحمد لله. الحمد لله. تسلمين حياتي هلا بيك وتسلمين حياتي. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب اجمعين. شلون اجواء رمضان وياك؟ والله الحمد لله تمام متماشين. شوية الصيام؟ والله زينين هاي على الله نصوم. يعني هالكج لو لا؟ ها؟ والله اكيد صيام ويا شغل وهاي يعني مو راحة ونوم وهاي واحد ينام ويقعد فجأة يلقى فطور جاهز، لا احنا البنات غصبا علينا نقوم. طيب يعني انت تداومين لو شغل بالبيت قصدك؟ نعم شغل بالبيت كذا داوم بالبكالوريا هسه خلصنا. نعم الحمد لله. الحمد لله على الشكر. يلا ان
انت دا تفطرين صايم، لازم تكونين همه ونشاط. اي اكيد الحمد لله. يعني تحسين اكو اختلاف باجواء رمضان محافظه كركوك حاليا لو نفس الاجواء هي السنين الماضيه؟ لا والله نفس الشيء. هاي نفسها. ماكو اي اختلاف؟ لا نفسها. طيب انت اليوم كشابه يعني شنو امنياتك؟ يعني ايش تتمنين؟ اتعين. بس اتعين. كل شاب حاليا. اي والله اتعين، لانه احنا صعب تخرجنا وكملنا ودرسنا وبالاخير قعدنا بالبيت. انا حاليا محاضره مجاني يعني اداوم، فصعب كلش صعب اداوم واتعب وهاي سنه كامله بلا فلوس، فيعني نتمنى تعيين. تبرع من عندك هذا؟ اي اي متطوعه، وشرط نكتب انه ممنوع نطالب بالتعيين وكذا. اي فان شاء الله. يعني تتمنين؟ اتمنى ان شاء الله درجات وظيفيه تتقدم بلكي بالانتخابات الجديده نشوف. ان شاء الله خير. طيب انت هسه نازله تتبضعين تشترين هدوم العيد، لو هيك تريدين تريحين نفسك؟ دا اشوف افتر ورا الفطور نطلع نتونس، سمينا نغير جو. نعم شكرا لك. هلا وحياتي تدللي. اهلا وسهلا.